في هذه المدة العصيبة. أنا حقيقة لا أريد كلمة شكرا بالنسبة للكم ولمجتمعنا الليبي من شرقه إلى غربه إلى جنوبه، ولكن الطمأنينة الأكثر التي تطمئننا هو أننا أصبحت ثقة كبيرة جدا في شعبنا. نحن لو لم نكن نثق لما ضحينا حتى بفرد واحد أصلا، ولكن الثقة اللي وجدناها لم توجد في أي شعب كان. مديتونا بأبناء بررة قاموا بأحداث جسيمة حققت أشياء كثيرة جدا في التاريخ. نحن نعتبر شهداءنا دائما فوق رؤوسنا، لأننا نريد ولن نقف أبدا إلى أن نحقق ما استشهد به ذلكم الرجال الذين استشهدوا في ميدان القتال. هذا الأمر يا أخواننا أمر مش سهل، أمر يحتاج إلى تضحيات المستقبل، ونحن قطعنا العهد على أنفسنا أن نحقق أمال الشعب. ليست القضية في طرابلس ولا بنغازي ولا غيرها، لكن لابد أن تكون ليبيا خالية من جميع هذه المجموعات التي تعكر صفو حياة الليبيين. لابد من القضاء عليهم، وخاصة بعد ما سمعنا في هذه الأيام بعض الكلام الغريب العجيب. كانوا يعتقدوا أن بهذه الاضطرهات أن يغيروا مجرانا أو يحاولوا قدر الإمكان يأثروا فينا. أنا لا أريد أن أتحدث في هذا الجانب، ولكن اللي نبي نقوله أننا نريد أن نطمئنكم أنني بصحة جيدة، مش كيف ما يقول هم، وكان المفروض الواحد يعني يتحدث وهو واقف ليس جالس، ولكن فرض علينا الجلوس بين الكرسي العملية، لذلك لازم كذا. كل هذه الأعمال اللي قاموا بها هذه لست مسؤول عن الرد عليه. أنا لست مسؤول عليها، ولكن الحمد لله عندنا يعني من يستطيع أن يقوم بهذا العمل على الوجه الأكمل. لكن أريد حال اللي نبي نقوله، السعادة التي تغمرنا حقيقة هو موقفكم، وهو النتيجة التي وصلتم إليها بثباتكم ويعني تصميمكم الذي لم يهتز ولن يشعروا بأي هزة في مواقفهم. وهذا شيء بالنسبة لنا نحن نشعر بثبات حقيقي ودائم من ثبات موقفكم، وهذا شيء جميل جدا. أما بالنسبة لجيشكم الذي في مدة قليلة لا تتجاوز الأربع سنوات، وهو كفاح وقتال وتدريب، مراكز تدريب وكلية عسكرية بتخرج ضباط ومعاناة وبعثات تمشي برا وتنتهي من هذه الدورات وتلتحق، والآن صنف الدوائر الدولية صنفت هذا الجيش بأنه رقم 9 في أفريقيا. مو بعدنا هم 36 واحد تقريبا، فيهم دول تعدادها 10 مرات كيف ليبيا، وفي نفس الوقت جيش له حوالي 50 سنة. لكن صراحة هذا الثبات وهذه المواقف وهذا العطاء وهذه النتائج هي التي صنف بواسطتها هذا الجيش إلى أن يكون في هذه المرتبة. أريد كمان تثقوا في هذا الجيش، لأنه هو الذي سيوصلكم إلى ما تتمنوا بعون الله تعالى، لأنكم أنتم
تريد حياة حقيقية وليست تمثيل كما يأتوا بها من خلال الانتخابات ولا غيره وأعطي ومش عارف. هذا الكلام كله نحن نحطه على جنب، ربما يكون فيه شيء صحيح وربما يكون فيه تمثيل كثير، لكن هذا الجيش حريص على أن يبلغ الشعب الليبي يعني ما تمناه في فترة وجيزة بعون الله، لكي يعيش كما يتمنى ولكي يشق طريقة بين الدول الأخرى كما يتمنى ويعيش حياة عصرية وليست الحياة المتخلفة التي دامت أكثر من 700 سنة وهو فقر على فقر على فقر ورث فيه. لكن الحياة القادمة بعون الله سيعيش الليبيون فعلا كما يتمنى، ربي أعطاهم هذه السعة من الأرض سميت ليبيا، فيها 760,000 كيلومتر مربع، هذه كلها خيرات غرس في هذه المنطقة ما حطش في منطقة ثانية. ليش؟ لأن يريد الليبيين يسعدوا بها يوما ما. أعتقد أنه هذه الأيام جاءت لأن كم أنتم ضحيتوا بأبنائكم وبالتالي تستحقوا الحياة اللي نحن نصبوا إليها وتتحقق بعون الله قريبا. تكلمنا عن الجيش، هذا الجيش لن يهتز بعون الله وهو كذلك، ولن يخترق على الإطلاق في هذه المحنة الغريبة، وفي نفس الوقت يعني نحن متأكدين أنه ثابت ثبات الجبل الأخضر في 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 ليبيا، وبالتالي لن تهز هذه الرياح. أخيرا نحن نريد كلام يكون مختصر لكن ما بوش حاجة يسحب بينا في فريد. نشكركم حقيقة على هذا الاستقبال الرائع، وهذا إن دل على شيء دل على فعلا ترابطنا، ارتباط وثيق فيما بيننا والثقة متبادلة، ونتمنى لكم حياة طيبة وحياة سعيدة، ونأسف إذا كان تعبتوا في جرتنا لكن على حال مهم في النتيجة، المهم في النتيجة. تفضل ابراهيم بحراقه. تفضل سبعين. فرحنا فيه اليوم اللي فرحنا فيه وصول سيادة المشير بكامل صحته، هذا يوم سعيد، يوم سعيد ويوم مبارك. فأنا طبعا من الشعر، أنا عبد السلام بحراج الجلالي ومن الشعر، ولكن مرة من الكلمات قلت كيف مفزع الوطن باب صلاح خليفة اللي مرابط ومخلص صاحب. كيف ناس تحذر عليه وكبر وجمع جنود معاضناه ودبر عليهم حتى شيخ كبير منبر خايض حروب وجرهم بركاع عليهم حتى شيخ كبير منبر خايض حروب وجرهم بركاع عليه سوارها ما من نهار مغبر بنين الصدت قدمت الأرواح على أسوارها أمام النهار مغبر بنينا الصدت قدمت الأرواح تخلط دماهم في جهاد عبر وكل القبائل فاز عب جناح وسكور في سماها راقيات الشبر وتهدر عليهم في مكان بياح ردوا هدايا كسرهم ما جبر اللي ما قتل منهم جرين جراح واليوم بقى زاهية وتخبر عليهم جد جابوهم دريس كساح واليوم بقى زاهية وتخبر عليهم جد جابوهم دريس كساح بوق الشماتة منخزي ومهمبر
كذاب كذب واجد من عرفنا كاع بوق الشماتة من خزي ومهندر كذاب كذب واجد من عرفنا كاع ربي يفزعني الوطن يوم مكبر هذا اليوم يوم مكبر خلوا خلوا يا جماعة خلوا هكمل بس خليك خليك جانا المشير ونعلنوا الأفراح جانا المشير ونعلنوا الأفراح بارك الله فيك أوكي أنا بمر عليكم نسلم عليكم وتسمحوا لي لأن طبعا